مباراة طبعا قوية جدا ضد نوران جوهر، دايما بتبقى قوية ايا كان في السيمي فاينل او في الفاينل. الحتة دي خلاص يعني بيبقى الفرق ما بيننا قليل قوي، فهتبقى طبعا زي ما قلت مباراة قوية. ان انا اللقب كان باسمي، ولو ده يعني حصل كتير ان كنت اللقب باسمي السيزون ده، وكانت بتحط الموضوع في دماغي وما حصلش نصيب من كتر ما كنت بحط على نفسي توتر. فدي اخر بطولة في السيزون، وانا طبعا جاية يعني عايزة اطلع احسن ما فيا في الباقي في اخر السيزون، فمش حاطه في دماغي قوي ان انا عايزه اكسب البطوله قد ما ابقى مركزه ماتش يلعب كويس. طبعا زي ما انت قلت كسبت نور الطيب في الماتش اللي قبلي، فطبعا دي حاجه بتخليني ابقى مركزه اكتر وحتى اهمال الماتش اكتر من اي حاجه، لان نور الطيب طبعا لعيبه كبيره جدا ومش سهل ان انت تقدر تتغلب عليها. فكون ان هي كسبتها بنتيجه 3-0 ده معناه ان هي لعيبه جامده جدا، ولازم كنت ابقى واخده بالي. ان شاء الله يعني هعمل اكتر، يعني اكتر حاجه اقدر اعملها في الاوف سيزون ده، وان شاء الله اقدر السيزون الجاي اخلصه رقم 1. السيزون هيخلص بدري، بس احنا هنبدا برضو بدري السيزون الجديد، فما عندناش يعني راحه قوي زي ما انت متخيل. فيعني هو ان شاء الله السيزون هيخلص هيبقى عندنا اسبوعين راحه مثلا، وهبدا تاني للتمارين، وهبقى ان شاء الله جاهزه للسيزون الجاي ان انا اقدر احقق الحاجات اللي ما عرفتش احققها السيزون ده.